مشاهدينا والحديث اكثر ينضم معنا عبر الهاتف معاون محافظ الانبار لشؤون البلديات والعقارات السيد ابراهيم نوري. بدايه مرحبا بك سيد ابراهيم في حصاد هذه الليله عبر الرشيد. يعني التجاوزات على اراض تابعه لناحيه الرحاليه القريبه من محافظه كربلاء، كيف ومتى بدات؟ بالبدايه نشكر قناه الرشيد الفضائيه على تغطيتها لهذا الحد. نعم. في الحقيقه المعلومات اللي وردت انه وجود جهد آلي هندسي عبارة عن حفارات، بالبداية لم نكن نعلم مصدر أو عائدية أو مرجعية هذه الحفارات. نعم. تم التوجيه من السيد محافظ الأنبار والحكومة المحلية إلى مديرية ناحية الرحالية للتوجه إلى مكان الحادث بصحبة قوة عسكرية من سيارة عمليات الأنبار باعتبارها القوة الماسكة للأرض. طيب. وبالفعل عند الوصول إلى موقع الحادث تبين وجود مجموعة من الآليات التخصصية تقوم بعمليات الحفر، وهناك نقل لبعض السواتر الأمنية. تم الاستيضاح من هذا الجهد الآلي، فتبين أنه يعود لمستثمر ادعى بأنه حصل على الإجازة الاستثمارية من الدوائر المختصة في محافظة كربلاء المقدسة. طيب. وقد تم إفهام المستثمر المختص بأن هناك تنازع إداري وهناك مشكلة إدارية في موضوع الحدود. طيب هذا المستثمر أستاذ، يعني هذا المستثمر من هي الجهات التي يعني حاولت أن تدعمه في هذا الموضوع؟ سيدي الكريم، نحن نتعامل مع معطيات إدارية وقانونية. نعم. لا نعلم إذا كانت هناك جهة داعمة أو جهة دافعة. تعاملنا بشفافية مع الموضوع، تم التوجه إلى مكان العمل وتم الاتصال بالمستثمر شخصيا وتم إبلاغه بضرورة إيقاف العمل بناء على توجيه السيد محافظ الأنبار. جميل. والرجل مع شركته وآلياته تم إيقاف العمل في الموقع لحين حسم الموضوع من الناحية الإدارية. طيب. حصل اتصال ما بين حكومة الأنبار المحلية مع حكومة محافظة كربلاء، حدث اتصال ما بين السيد محافظ الأنبار مع محافظة كربلاء وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية متخصصة من المساحين في دائرة عقارات الدولة ودائرة الزراعة ودائرة الطابو ودائرة التخطيط العمراني للوقوف على النقاط الحدودية المثبتة أصلا في مديرية المساحة العامة في بغداد. طيب. وبالفعل صدر أمر إداري من محافظة الأنبار برئاستي شخصيا وعضوية مجموعة من المساحين المختصين بأمور المساحة وتثبيت نقاط الحدود، وسوف تتوجه اللجنة غدا إن شاء الله صباحا برفقة قوة تم التنسيق معها من قيادة عمليات الأنبار، أيضا التنسيق مع قيادة الشرطة في الأنبار وقيادة عمليات الفرات الأوسط والحكومة المحلية في محافظة كربلاء لإرسال لجنة بذات المستوى وذات التخصص. سوف يتم اللقاء. طيب. عند الموقع الذي حصل لبعض نقل لبعض الشرطة الأمنية، هناك إن شاء الله سوف يتم التباحث وبحث النقاط للتأكد هل إن لأنه كما معلوم لجنازة هذه السواتر الترابية في منطقة صحراوية مفتوحة لا توجد فيها بعض المعالم البارزة. طيب يعني محافظة الأنبار، يعني محافظة الأنبار يعني كما تحدثت شكلت لجنة لمعرفة الملابسات وتقصي الحقائق، يعني هذه التفاصيل وأخرى، يعني هل هناك تنسيق مع محافظة كربلاء أو المركز؟ هل هناك جدية؟ هل هناك تجاوب من قبل محافظة كربلاء حول هذا الموضوع؟ نعم نعم نعم، هناك تجاوز وتعاطي بشفافية تامة بين المحافظتين، حيث تم الاتصال بين الإدارات العليا في المحافظتين وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من المتخصصين بقضايا المساحة من أجل الوقوف على الملابسات الحادث بالتفصيل للاستبيان هل أن هذا المستثمر قد حصل على الإجازة وفق السياقات القانونية السليمة. لأنه الرجل لا أخفيك سرا أنه قال بأنه أنا مستثمر وأنوي إنشاء بعض المشاريع الزراعية ولا يهمني الجهة التي تمنحني الاستثمار، إن كانت الأراضي تابعة إلى محافظة الأنبار فسوف آتي إلى محافظة الأنبار وأقدم أوراقي وأطلب الموافقة على الحصول على الإجازة الاستثمارية، وإن كانت الأرض تعود إلى كربلاء فإنني أسير بالإجراءات وفق السياقات القانونية المطلوبة. طيب. فحكومة المحلية في المحافظتين عازمة على حسم هذا الملف وفق المعطيات القانونية السليمة دون تأجيز ومن منطلق حسن النية ما بين المحافظتين. نعم. السيد إبراهيم نوري معاون محافظ الأنبار لشؤون البلديات والعقارات حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.